خلينا نروح لزميلنا وصديقنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي، واللي كان طبعا متواجد في مران الاهلي الاخير اليوم او صباح اليوم بالتحديد في استاد مختار التتش. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، برحب كل المشاهدين. كل سنة وانت طيب طبعا بمناسبة عيد ميلادك، وانت حظك حلو ان عيد ميلادك بيصادف يوم تاريخ انشاء وتأسيس نادي كبير زي النادي الاهلي. كل سنة وانت طيب يا كيمو. انت طيب امير، طبعا ده فخر كبير انت عارف طبعا، يعني الواحد لما اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي طبعا. يعني كفخر ان هو مشجع النادي الاهلي كمان، يعني يوم التأسيس ده بيرتبط بعيد ميلاد، دي حاجة طبعا سعدنا بالفخر، وبنقول طبعا 112 سنة بطولات لجمهور النادي الاهلي، 112 سنة ارقام قياسية، و112 سنة كمان يعني كلها تكون بطولات ودوري وكاس وبطولات افريقيا ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المرحله الجايه. يا رب ان شاء الله. كريم طمنا بقى على استعدادات النادي الاهلي لمباراه المصري، واحنا عارفين ان هي مباراه غايه في الاهميه ومرحله مهمه قوي وصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. طمن كل جمهور النادي الاهلي يا كريم. يمكن باكد على كلامك يا امير، طبعا مباراه ومباريات كلها الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه اكثر مباراه كؤوس، يعني لو نقدر ان احنا نتخيل ان في مباراه اكثر مباراه الكاس نقدر ان احنا نتكلم عليها، لكن يعني في شغل كبير بيبذل، وفنيا اكيد مستر مرتضى بيشتغل مع اللعيبه كل يوم، بيشتغل في تدريبات مكثفه، امور فنيه امور خططيه، لكن من الاشياء المهمه جدا يا امير وهو الجانب النفسي، الجهاز الفني عليه دور كبير جدا للجانب النفسي والدوافع المفروض يعني يخلقها للعيبه بشكل مستمر، لان انت عارف المرحله صعبه، في النادي الاهلي بيتعثر في بعض المباريات، عنده كمان اخفاقات بالنسبه للاصابات، يعني موسم استثنائي سواء بالنسبه للمباريات طبعا، ايضا كمان للنادي الاهلي في الاصابات، الاهلي لم يكتمل صفوفه ولو مره واحده في الموسم في اي مباراه كمان. خلاص احنا في المحاضره الاخير لبطوله الدوري العام، فمحتاج شغل كبير جدا، محتاجه تركيز من اللعيبه، في حرص كبير كمان يعني رغم الجديه والحماس اللي احنا بنشوفه في التدريبات، لكن في حرص على اللعيبه بعضها بعض لان الاصابات كثيره جدا. محمود وحيد كان اخر واحد من الاصابات اللي انضم، كانت كره مشتركه قويه جدا مع ياسر ابراهيم، ففي حرص كبير جدا من اللاعبين وتحذيرات من الجهاز الفني بيكون يعني خوف على سلامه اللاعبين، لان كل لعيب محتاجينه الفتره اللي جايه، يعني عوده رمضان وهشام محمد دي يمكن امور مطمئنه جدا للعيبه النادي الاهلي، لان النقص العددي كبير في الصفوف، كمان النهارده يمكن شيء مطمئن جدا لكل الجماهير وهو ظهور وليد سليمان في التدريبات الجماعيه، النهارده يمكن الناس كانت متابعه وليد سليمان النهارده شارك جزء كبير في التدريبات الجماعيه، واضح ان خلاص يعني سيتم الاعداد ليه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله، لان وليد بيكون مع اللاعبين خلال المباريات القادمه، وده شيء اكيد ايجابي وشيء مطمئن جدا لكل جمهور النادي الاهلي. باكد لك كمان على علي لطفي، علي لطفي يمكن خلال 48 ساعه او 72 ساعه الماضيه تدريبات قويه جدا، وواضح ان عنده اصرار وجديه، وكابتن طارق شغال معاه بشكل كبير على تاهيله النفسي لهذه المباراه، بيتحط في مواقف صعبه، بيبقى جاي من بعيد علي لطفي، لكن هو عنده اصرار كبير وعنده تركيز كبير وعارف يعني اهميه المباراه واهميه المرحله دي. الكل يعني ما نقدرش ان احنا نقول الشناوي وشكرامي وعلي ومصطفى شوقي كلهم واحد، لكن المرحله دي محتاجه تركيز كبير ومحتاجه انكار ده كبير جدا يا امير، مباراه مهمه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني مع 112 سنه احتفالات و112 سنه انتصارات تكون بدايه جديده للنادي الاهلي لعوده الانتصارات، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه المصري انطلاقه ونقطه جديده في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله. كريم شريف اكرامي اخباره ايه في التدريبات؟ هل هو يعني لائق بنسبه 100% اللي خد التدريبات بشكل طبيعي، ولا لسه محتاج وقت شويه عشان يخش مع المجموعه؟ والله يا ميلي يعني انا يمكن امبارح والنهارده تابعت شريف تدريبات فرديه كلها، يعني سؤالنا كمان للجهاز الطبي، شريف خلاص في المراحل الاخيره، لكن شريف ما اتمرنش تدريبه جماعيه واحده، وده امر صعب جدا طبعا ان هو يكون متواجد حتى في قائمه المباراه، النهارده شريف اتمرن فردي، امبارح اتمرن فردي، هو خلاص في المراحل النهائيه، لكن موضوع الكره او اشتراك تدريبات الكره انت عارف التدريبات بتبقى شاقه جدا لحراس المرمى والشوتنج والكروسات والحاجات دي، فطبعا يعني لسه الامر صعب شويه على شريف، لكن من بعد مباراه المصري خلال ال 48 ساعه اللي هيبقى يعني هيلعب مباراه المصري، شريف ان شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، لكن شريف بدنيا يعني يقدر يكون جاهز، لكن طبيا خلاص هو في المرحله الاخيره في التاهيل، ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع اللعيبه، علي الشناوي طبعا بنختاره في مباراه الغد ان شاء الله، لكن ان شاء الله صفاتنا كبيره جدا فعلي طبعا يكون فايق بلغه الكوره، يكون مركز، مصطفى شوبير كمان معرض ان يكون متواجد في المباراه وهو موجود في قائمه المباراه، واحد من الحراس المميزين جدا ان شاء الله باذن الله، ما عندناش قلق في حراسه المرمى، لكن القلق الوحيد اللي عندنا ان احنا عايزين لعيبتنا ان شاء الله يبقى عندها اصرار اكثر من الاصرار اللي احنا بنشوفه خلال المباريات الماضيه، لان ثلاث نقاط هيفرقوا بشكل كبير، النادي الاهلي
لن يرفض هدايا الاخرين، لكن لابد ان هو يستغل موقفه ويستغل كمان المباريات القادمه ليه الثبات والحصول ان شاء الله على المركز الاول ومن الحفاظ على لقبه. طيب كريم، عايز اسالك سؤال مهم جدا، وانت احد الاشخاص القريبين جدا من قطاع الكره بالنادي الاهلي، عايز اعرف مدى التاثير الايجابي العائد على لاعبي النادي الاهلي بعد زياره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي بالامس لمران الفريق ومؤازرتهم والشد من ازر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. والله يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني احنا طبعا ما بنتكلمش على السوشيال ميديا ولا بنتكلم على المواقع وكده، لكن كان في يومين اللي فاتوا كده بعض الامور اللي خاصة محتاجة ان احنا نشوف المشهد ده بصراحة، محتاجة ان احنا نشوف كابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير العام فاروق نائب مجلس الإدارة اللي هم متواجدين بصفة دايمة، يعني انت عارف طبعا يعني كلا كابتن بيبو بيحب ظهور الكاميرات ولا معالي الوزير بيحب ان هو يظهر في الكاميرات، انت عارف انت يمكن عارف ان احنا يعني لما بنحاول ان احنا يكون في تصوير الامر بيبقى صعب شويه، لكن دي رساله مهمه جدا ودي الدور الكبير اللي اللعيبه عارفاه واللعيبه لمساه، لان المرحله اللي جايه المجلس بيتانيك الامور كلها ورا لعيبه النادي الاهلي، الجمهور ادى رساله رائعه جدا وادى مساندة رائعه جدا، ان شاء الله الدور على اللعيب كل واحد بيعمل دوره، ومجلس الاداره مع الكابتن دي ومع كل المجلس بصراحه ان هو بيكون متواجد بيقادر يعني لحظه بلحظه مع القطاع، الجمهور زي ما اكدنا عليه امير متواجد داعم بيساند رغم كل الظروف رغم اخفاق النادي الاهلي في عدد من المباريات، لكن هو الدور الكبير على دور لعيبه النادي الاهلي، لكن من الواضح مجرد ان احنا بنشوف الكابتن بيبو في ارضيه الملعب مع معالي الوزير العام فاروق مع الاستاذ ابراهيم القصراوي والاستاذ خالد برندلي الكل لما بيكون متواجد بنشوف تركيز زياده بنشوف حماس زياده، يعني برضه لما الرمز يبقى متواجد رمز للنادي الاهلي وكرئيس النادي الاهلي بيتابع التدريب، يعني الواحد بيحاول ان هو يطلع كل اللي عنده اكثر من لعيبه النادي الاهلي بتتعامل باحترام وعارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه قيمه اهميه المباراه، رساله مهمه ورسائل مستمره ودائما، وهي دي المرحله امير اللي لابد يكون الكل بيدعم، الهدم مش مطلوب، لابد يكون المسانده مع لعيبه النادي الاهلي، المشوار لسه طويل، لسه في بطولات النادي الاهلي الفتره اللي جايه لسه في بطولات كثيره جدا مش الموسم ده نهايه المطاف، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، عندنا ثقه كبيره في الجهاز ان شاء الله باذن الله، ثمان مباريات باذن الله النادي الاهلي قاتل فيهم على قلب رجل واحد ونقاصهم ان شاء الله تاهلنا لبطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل لقناه الاهلي.